اصحى يا باروخ، باروخ اصحى، انت يا زفت يا اللي اسمك باروخ، ما تصحى. عايز اقول لك كلمتين. الصباح اللي زي الزفت ده يا ساتر يا امي، انت ما بتناميش؟ ايه ده، البحر بيعلى وينام وانت ما بتناميش؟ كل الناس اللي على المركب كرهتك عمى، ده القبطان، القبطان نفسه المركب تغرق لاجل عيونك انت. عملوا اجتماع امبارح عايزين يرموا بني ادم للسمك ياكله عشان ربنا يحفظ الرحله، كلهم رشحوكي. عاوزه مني ايه؟ مش عايزه منك اي حاجه، تفك التكشيره اللي على وشك دي، دي تجيب الفقر. طب قول لي صباح الخير يا ماما. يا ماما، هو انت فاكراني بنام ارتاح زي البني ادمين؟ انا بقوم من النوم كل الام، كل الام يا امي، كل الام. حاسب حاسب، تعبان تعبان. ايوه ايه اللي تعبك بس؟ بتقولي قولي وانا اريحك. فروة شعر الخشنة يا امي، كل يوم اصحى الصبح والمركب نايمة اربطها في الحديدة دي وافضل اشد وعضلاتي تقفش، اشد وعضلاتي تقفش عشان افردها الفردة دي، ولا عزاني اروح لمزين وادفع لي تلاتة ساخ. مزين وتلاتة ساخ؟ ايه التبذير ده؟ خلاص يبقى ما بتكلمنيش في الموضوع ده تاني. ده كتير خالص، اجيب لك منين انا التلاتة ساخ؟ انت على قلبك قد كده فلوس؟ لا ما فيش معايا حاجة خالص. لما المركب هتغرق هيفتشوك يلاقوكي كذابة ومعاكي فلوس. طلعي بقى. انا غلطانة، انا غلطانة ان انا سمعت كلامك وانت مش حططني وراك كده، وبعدين في الاخر تحط لي هدومي في قفة. خلاص مش عاجبك القفة، اديني 7 جنيه انزل اشتري لك شنطة جلد. لا انا ما ادفعش فلوس. طب 4 جنيه. ولا 4 جنيه. خلاص يبقى تسكتي خالص. اديني ساكتة خالص اهو. وبعدين فين هدومك دي؟ وانت حيلتك حاجة؟ هي الجلابية وشورت البحر والقبعة المعفنة دي يا ماما. لكن كل الالام والغربة في البحور كلها تهون عشان ارض الوطن، ارض الميعاد. هي فين ارض الميعاد دي؟ مش عارف، بس هم قالوا ان في ارض ميعاد، كل شويه ارض الميعاد ارض الميعاد، ويدوا الناس ميعاد من غير ما يبقى في ارض، ملخبطنا. بس هنوصل لارض الميعاد. يعني انت ما تعرفش لغايه دلوقتي فين ارض الميعاد؟ لا. والمركب كده ماشيه بين حلواني. هيكلمونا الرجاله بتوعنا يا ماما في عرض البحر في نهايه الاسبوع يفهمونا كل حاجه، ما تقلقيش. بس انت طلعي شويه، فكيها، بقششي على الناس اللي في المركب عشان تدعيلك بدل ما بتدعي عليكي. يخبتك يا ام باروخ، يخبتك في ابنك الكبير، بيعك اللي قدامك واللي وراكي، بيتك وصيغتك، وفي الاخر يقول مش عارف احنا رايحين فين. لسه بتقولي بيتك؟ البيت ده احنا الاثنين شركه فيه، وانت سرقتيني وخدت نصيبي. برضه بتجيب لي سيره الفلوس؟ قلت لك سيره الفلوس دي بتنرفزني، ما تجيبليش سيرتها. ان شاء الله هتموتي وهاخد حق ان شاء الله. لا مش هموت ومش هتاخد حق. يبقى نتفق من دلوقتي، اللي يموت الاول التاني ياخد كل الفلوس ويتمتع بيها. اوكي. وبالنسبه يا امي لموضوع الارض، انا كلمت مجموعه سماسره شافوا لي حته ارض حلوه قوي بتبص على ميدان جهينه، تحفه، ممكن نصورها ونعملها ارض الميعاد، قريبه جدا من المحور، بس الناس عايزين 12 جنيه. مش هدفع. طب 10 جنيه؟ كتير. ارض الميعاد؟ لا ماليش دعوه. مش تيجي معانا ارض الميعاد؟ لا هقعد في بولاق. تقعدي فوق؟ يعني انت عامله الهيصه دي وراكبه مركب ومش شحتاته ومش هتيجي ارض الميعاد يا بخيله عشان بخلك؟ براحتك براحتك، انا زهقت خلاص. ايه ده؟ مش تفتح؟ قلبي اتخطف يا باروخ. صباح الخير يا ماما. شالوم. شالوم؟ هيجي منين الشالوم وانت وساره ومزراحي وربني؟ يا غبي يا غبي يا غبي، كلكم عارفين ان ماما بتكرهكم، وهي طوب الارض بيكرهها، وانتوا وعدتوني ما تتكلموش معايا طول ما هي واقفه، ليه بتخلفوا؟ ومن امتى في يهودي بيوفي بوعده يا باروخ؟ عداك العيب يا ضيا ليشع. بوكرتوف يا باروخ. بوكرتوف؟ تشربوا حاجه؟ تسلم يا بولكر، انا سارق من امي 3 ساخ. ها طب اقول لكم ايه، انا معايا كنزايه سايبها عشان لو امي جات لها كومه السكر الحقها بيها، تشربوها؟ نشربها يا سيدي. مش عاوزين مش عاوزين. اسمع، احنا هنكلمك في حاجة مهمة يا باروخ. طب ما تقولي باروخ على طول، لازم باروخ. بصوا يا جماعة، أنا موافق أعمل معاكم أي حاجة، بس على شرط بعد القعدة دي تروحوا كلكم تعملوا لحمين، أنا هرجع بصراحة. اسمعنا كويس يا باروخ، احنا جايين لك في موضوع مهم وعايزين نعرف موقفك. أنت هتشتغل في المخابرات الإسرائيلية. بس هتاخد فلوس كتير ياما.
قشطه قشطه، دمي هتفرح قوي. طب يلا بينا. على فين يا باروخ؟ روح للظابط اللي هيدخلني في المخابرات. وتروح له ليه يا بابا؟ ما هو قدامك اهو. انت لا، انا عايز ارمي نفسي في البحر. تعالى يا باروخ. اصل المفاجاه مفاجاه. بتتكلم بجد؟ انت الظابط؟ احنا حاطين عينينا عليك من وانت صغير قد كده اهو، وانت عندك 3 سنين. وانا عندي 3 سنين؟ ايوه. طب ده انا كنت ما بفهمش لسه حاجه. انا افتكرت كان في ناس وانا بلعب في الحاره كانوا بيبقوا حواليا كده، وامي بتقول له ده بيخلي بالهم. انا عايز ارمي نفسي في البحر. تعالى ريح فيه. احنا زرعنا لك ظابط عشان يراقبك، علشان يتأكد من ولائك لدولتنا اللي عايزين نبنيها بقالنا سنين. دولة إسرائيل. طب ما تسيبوني أرمي نفسي فيها. يا عم يا عم، أنت بتقولي كلام ليه؟ كلم عادي. ده البت دي مخابرات. البت دي مخابرات. أنا هرمي. لا 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 لا، مش دلوقتي، مش هرمي نفسي أما أتأكد منها. أما خلاص، ما كل الناس بقت مخابرات يعني. أنتوا فاجئتوني، في حد تاني ولا أنتوا آخر ناس ولا إيه الموضوع؟ أوامرك أدون ليشا. يا نهار أسود، دومي بقت عمي. دي مش الماما يا باروخ. أمال دي مين؟ المستاذ الإسرائيلي. بيني وبين، خلص على الماما من زمان. خلص على الماما من زمان؟ انتي ماما؟ I am Brigadier Shimon Sharon Netanyahu، قائد القوات الخاصة الخارجية في الموساد الإسرائيلي. سوري، معلش أنا آسف. يعني حضرتك راجل دكر يعني؟ أيوة. طب مين كان بيردعني وأنا صغير؟ أنا اللي كنت بعمل كل حاجة يا حبيبي. إزاي؟ لو ردعت من حضرتك مع إني مش عارف كانت هتبقى إزاي دي؟ على الأقل صوتي كان تخن. أنت عارف إنه عنا أكثر الأجهزة الأمنية تقدماً في العالم في التمويه والخداع والتنكر. إحنا عايزين نزرعك، نغرسك في مصر. احنا عايزينك تراقب واحد زي زلو علشان تدينا تقارير يومية عنه. فاهم يا باروخ؟ باروخ، سوري انا نسيت مكان البحر. هو بقى في، انا مش مظبوط، انا حاسس ان انا بحلم. حاضر يا فندم، انا جندي مجند تحت امر حضرتك. مين الراجل عايزين تراقبوه؟ صميغ الاسكندراني. مين صميغ الاسكندراني ده؟ المطرب يا باروخ. يا نهار اسوح، سمير الاسكندراني بتاع يا شو قامت داري داري الدموع داري، هو ده؟ ايوه، سمير الاسكندراني داري العيون داري، عميل المخابرات المصريه. طب انتوا عايزين تراقبوه ليه يا فندم؟ هتديكوا له شريط؟ كلمه في التليفون هيفرح قوي. ننتج له ده ايه يا باروخ؟ بنقول لك راجل مهم في المخابرات المصريه من سنين. انت مش عايش معانا ولا ايه يا حبيبي؟ انا بجد هنط في البحر. انا رايح فين؟ لا انا مش مستوعب اللي بيحصل. لا 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 لا، بقى 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 هو الاستاذ سمير الاسكندراني بتاع مين اللي قال ان الزمان مالوش امان يا عيني. هو ده، هو ده باروخ بخبيخه. انت بطل. تحت امرك، تحت امرك يا ماما، قصدي يا ست الباشا. انا اسف. انا احنا ما بنهزرش يا باروخ. ولا انا بس من حقي اتلخبط، من حقي. ما تقلقش، اسرائيل كلها وراك من سنين. اسرائيل محتاجاك يا باروخ. يلا يا بطل. حاضر، اسرائيل محتاجاك واسرائيل وراك. حاضر، ربنا يطمنكم. ممكن اطلب حاجه؟ طلب اخير واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه؟ فطر وانا بنزل البحر. وربنا ننزل البحر.
تولع لي؟ مين؟ ماما؟ آه الباشا عم المخابرات الإسرائيلية. وطي صوتك. حاضر حاضر. ادينا ارتاح. أنا أصلا بحب حضرتك، أنت قدوتي، أنت قدوتي في الموساد الإسرائيلي. بس. أوكي. شد حيلك، إحنا وراك. أنا ليه الشرف يا فندم ساعتك تكون ورايا، وإن شاء الله شرف سعادتك في المخابرات الإسرائيلية. أوكي أوكي. طب السلام عليكم. السلام عليكم. جتك نيلة. هتودينا في داهية. توت توت، العميل يتكلم. الساعة 11 إلى 5 الأستاذ سمير الإسكندراني طلع مشط لبني من جيبه وسرح بيه السكسوكة بتاعته. الناحية الشمال الضيقة بتاعت المشط كان فيها 4 سنون مكسورة، الناحية اليمين كانت سليمة بنسبة 100%. شفتوا شفتوا دقة معلومات العميل؟ زودوها 40 شيكل ما يأكلوش عيش، مش عارف أجيب كريم لشعري، وفي ناس بتاخد ميات وما بتهببش. تات تات، العميل. تات تات، العميل يتكلم. أول امبارح التلفزيون المصري زاع النشر 9 3 مرات وما جابوش سيرة إسرائيل في ولا واحدة، وانا شايف ان ده تمويه بيحسسوكوا ان انتوا مش في دماغهم، وبعد كده ياكلوكوا علقه موت. شفتوا دقه المعلومات للعميل بتاعكم؟ بتدفعوا 40 شكل في الشهر، فكوها شويه. تات هوف هوف سيخ، هوف هوف سيخ، العميل يتكلم. الواد سوكا الرقاق اتخانق مع العنتابلي الطبال، وسطوني بينهم. العنتابلي هو اللي غلطان لانه ما يصحش ينسى السجاد في الميكروباص. وفي معلومه مهمه جدا، الاسطوانه بتاعت الدبرياش بتاعت الميكروباص بايظه، ودي خطر على الترومبه. شايفين دقه العميل؟ شايفين 40 شكل ما ياكلوش يا ناس اي عيش حاف، زودوها شويه نزهق. توتوتات يا بروخ. ايه يا بروخ اللي انت بتعمله دوت يا بروخ؟ مش انتوا اللي قلتولي اقول كل المعلومات بمنتهى الدقه؟ اعمل ايه تاني؟ دقه ايه؟ ماشي ورا الست التخينه وتقول لي دقه؟ ما انا لازم امشي وراها. طلعت مين في الاخر؟ انا الست التخينه. ايوه، وانا المناديل الورقيه، وربنا اللي نط من الشباك. تعالى هنا رايح فين؟ ايه يا بروخ ده؟ طب انت عارف مين الرقاق والطبال؟ مين؟ انا وليشا. وانتوا مجنداني ولا جايبيني تشتغلوا عليا وتجننوني؟ انا هسيب الشغلانه دي. لا يا بروخ، يا بروخ انت اصلك غلطان، بتبعت لنا تقارير غلط بقالك سنين. بتشغلوني ليه؟ ما تفدوني وتريحوني. ومالك انت باللي ياخد 100 شيكل واللي ياخد 200؟ ما سيب الناس تاكل عيش يا بروخ. يعني هم ياكلوا عيش وانا اكل زلط؟ ما انا كمان عندي ظروف.
خلاص عملية باروخ انتهت. باروخ ركب الصاروخ. باروخ انا عامل لك مفنجل. هتزودني 100 شيكل صح؟ لا اتفضل يا حظاظ. وقعت ومحدش سمع عليك يا باروخ. انا ما وقعتش لوحدي يا حضره الضابط، البهوات هم اللي مجندني. احب اعرفك بالابطال، الابطال من المخابرات المصريه. العقيد يوسف شعبان، الرائد نادية الجندي. والمطلوب تتفضل معانا على البوكس. على فكره يا حضره الضابط، احنا ممكن نحلها ودي وابقى عميل مزدوج واشتغل معاكوا، بس هتدوني كام؟ هندي لك 100 قفا. ما في ناس بتاخد 200 قفا وما بتعملش اي حاجه، فكوها بقى. هي ناقصه فشل جرجره على البوكس. فرصه سعيده يا حضره. اتفضل. فرصه سعيده. اتفضل يا اخوي. اوكي مساء الخير يا عم احمد. يلا يا عاطفي بسرعه شويه.